الراس علي كاتب التوماس علي كاتب التوماس الله اكبر حبيب الله جاي الانتقام بغلق لك لحم شبابك بغلق لك لحم شبابك جديد الاصل تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر في سبيل الله كنا في سبيل الله كنا حمودي واقف هون بحكي معه بقول له حمودي ارجع لورا شباب ارجعوا لورا بحيات الله ترجعوا لورا في قناص عند رب بكر بقول له واحد بقول لي لا فيش قناص بقول له والله في قناص يا عم ارجعوا لورا طبعا حمودي واقف هون بحكي معي بقول لي شوي شوي مهيمن فيش بحكي معي شوي بقول له كلب على الارض كلب على الارض طبعا الشباب بكوا في اثنين واقفين جنبه هربوا ما بيعرفوا من وين الطخ هربوا لهناك اتصاب واحد ببطنه وبإجره وبركبته كلب ورا السياره الثاني صار يركض وقف هون طخوا بيجروا بالفخدي صار يزحف لهناك طبعا ما بعد من هناك الشباب اثنين تخبوا هناك لفوا من تحت وهربوا طبعا بعد ما خلص على الطخ هذول الشباب رجع كمل طخ على حموده مش عارف صعب الواحد يحكي شو اللي صار الموقف مش طبيعي يعني كانت الاشي اللي صار كده كلك مجزره يعني كان هدفه من الكتل بس